يقول: وسائل الدعوة إلى الله، هل هي توقيفية أم هي اجتهادية؟ في فرق بين منهج الدعوة ووسائل الدعوة، انتبهوا. منهج الدعوة توقيفي، لا بد أن يكون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء في الكتاب والسنة. وأما الوسائل تبليغ الدعوة، وسائل تبليغ الدعوة، فهي تتجدد في كل زمان بحسبه. نحن الآن نتكلم هنا وكلامنا ينفذ المشارق والمغارب، وسيلة، وسيلة الدعوة هذه، ما هي بوسيلة، هذه وسيلة للدعوة، لمن استغلها في الخير أعظم وسيلة. هذه كانوا قبل يسافرون على أقدامهم على الدواب، الآن على السيارات والطائرات والبواخر. نستعمل هذه الوسائل للدعوة إلى الله عز وجل. الإذاعة وسيلة للدعوة، كل هذه وسائل جديدة طيبة إذا استخدمت للدعوة إلى الله، لأنها تبلغ المشارق والمغارب وانت زاعد في المسجد ولا في أي مكان، فهي نعمة من الله عز وجل، وسائل عظيمة أحدثها الله لنا نستغلها في الدعوة ونشر الدعوة. ففي فرق بين الوسائل والمنهج. المنهج لا توقيفي، أما الوسائل ففي كل زمان بحسبه. نعم، فلا يخلط بين هذا وهذا. نعم.